طبعا بالبدايه انا من واجبي انه اشكرك انت وجميع الاشقاء اللي تواجدوا ودعموا العراق قبل بطوله الخليج بعد ما كنا غايبين عن هذه البطوله. شكرا لك ولكل الاخوه اللي تواجدوا، وان شاء الله بقادم الايام تكون اكثر من هذه المناسبات ويكون تواجدكم اكثر. كيف شاهدت بطوله الخليج استاذ سالم؟ وانت واحد من الشخصيات الاعلاميه المحترمه واكثر من بطوله خليج انت تواجدت بيها. شكرا جزيلا وبارك الله فيك استاذ. اعتقد باننا احنا واجب علينا اولا ان احنا نكون متواجدين بين اهلنا واشقائنا في العراق، واجب علينا ايضا ان احنا ندعم بطولة كأس الخليج التي تقام في العراق بعد فترة غياب او فترة توقف طويلة اكثر من 4 عقود. وواجب علينا ايضا ان نقدم الحقيقه لجميع المتابعين والمشاهدين على مستوى الخليج والوطن العربي وحتى على المستوى العالم. واعتقد بان الزملاء الاعلاميين الخليجيين الذين تواجدوا في البصره كانوا يقومون بواجبهم على اكمل وجه، لانهم هذه اولا امانه الكلمه والامانه الاعلاميه، ويتحتم علينا ايضا ان نكون مع الشعب العراقي، نقف معه صفا الى صف. بل العكس، نحن كنا سعداء جدا بان نكون متواجدين في البصره وفي العراق وبين اهلنا واخوتنا الذين رحبوا حقيقه ترحيب كبير جدا وقدموا كل ما يمكن تقديمه للضيوف. وشعرنا حقيقه الامر بانه نحن لسنا ضيوفا في العراق، بل العكس، كانت كل الابواب مشرعه لضيوف الخليج، كانت كل البيوت تقدم كرم حاتمي لكل الضيوف. حقيقة الأمر الانطباع كان عجيب بالنسبة لنا احنا كلنا أن نجد كل هذه الحفاوة والتقدير وأيضا البشاشة في الاستقبال. كل التحية حقيقة للشعب العراقي وخاصة للشعب المصري. تحياتي لك.